واش الخوت، السلام عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. المهم الدراري، فيديو اليوم غيكون اسطوري، لاني نشرح لكم الخوت كيفاش ديروا الخدعه ديال الدوبل بربر في المصنفه، شي حاجه اسطوريه الخوت. ولكن قبل ما نشوفوا هادشي كامل، نشوفوا الخدعه ديال اليوم. بالنسبه للدراري اللي مهتمين بالدوبل ولا بالشحن بالدوبل، كيبغيو يشوبيو بالدوبل وبمصداقيه، كاين الدري او حيدر شوب الخوت اللي يدير لكم واحد البروموسيون اسطوريه، بروموسيون اللي فيها تخفيضات. كما كتشوفوا الدراري، العروض هما اللي كاينين، وخا ما يكونش عندك، يعني قبل ما كانش عندك التخفيض، فعنده غتلقى التخفيض يعني اكثر من 5 ديال المرات. زائد الشوب الدراري باورانج بالسياج بداكشي اللي بغيتي، وكيجاوبك في البلاصه، يعني غير تصيفط ليه تقول لي راه مطرف شينو وباغي نشوبي، غيجاوبك في البلاصه. يعني بمصداقيه الدراري داكشي على حسابي. وبلا ما نطول عليكم الخوت، نمشيو مباشره نشرح لكم اول خدعه اللي جايب لكم اليوم. المهم هاد اللعيبه هادي درت لكم بزاف ديال الطرق كيفاش تدخل ليها بالسلاح. يعني هاد الحلبه هادي كتدخل بالسلاح تفاجئ اصحابك، بزاف ديال الطرق شرحتهم لكم، ولكن اليوم جايب لكم اسهل طريقه باش تدخل لهاد الحلبه هادي. الطريقه شنو هي؟ كتجي هنايا فوق هاد الجنب هنايا، كتفتح المزلاجه، كتحرك بالانالوج للخلف، وكتدير تنقز، غير كتنقز وكتحرك بالانالوج بحال هكا بهاد الطريقه هادي، كتحاول بحال باغي تطلع الفوق، وانت دخلتي ايزي. داكشي ساهل الخوت، ساهل بزاف، يعني ما تحتاج لا صاحبك لا حتى شي حاجه، ما تحتاج لا دوك القنبله الخادعه لا والو، غير بوحدك كتفتح المزلاجه وتقدر تدخل وتفاجئ دوك الاعداء اللي كاينين تما. يعني انت كتدخل بالسلاح وما كيقدروش يدامجيوك، بالنسبه اللي ما عارفش ولا اللي ما عمرو ما جرب الخدعه، ما كيقدروش هما يدامجيوك، انت كتقدر تطيحهم بسميتو بالشوتغان ولا اي سلاح دخلتي به، كتقدر تطيحهم وهما ما يقدروش يطيحوك. ودابا الخوت غننتقل للخدعه المواليه او الخدعه التاليه شباب، اللي هي خدعه زوينه بزاف هادي، غتعاونكم بالنسبه لشي بلاصه كانوا فيها مثلا بنادم، كان فيها مخبي فيها شي واحد، انت عندك هاد القنبله ديال سميتو هادي ديال السموك ديال الدخان، شنو كدير؟ كتشدها في يدك وكتطفي الكونيكسيون، وغدير واحد البلان. المهم غتبقى تلوح فيها بحال هكا، يعني انت خصك تكون مخبي وغتبقى تلوح فيها في البلاصه اللي كاين فيها الاعداء ولا البلاصه اللي كاين فيها العدو ديالك. غادي تطور بيدك القنبله في بلايص كاملين حتى ما يبقاش يشوفك هو نهائيا، هو ما يبقاش يشوف. المهم دور انا دور انا دور انايا في اي بلاصه، حط هنايا، غير بقى تحط تمايا حتى تبان لك البلاصه عمرات، يعني ما غاديش يشوف واش غادي تخرج نتايا، ما غاديش يشوفك وغتمشي. يعني مجرد ما تبان لك ان البلاصه عمرات، يعني داكشي تبلانه، رجع الكونيكسيون وغتشوف شنو غادي يوقع. المهم باش انفو انت رجع انت الكونيكسيون ديالك، غتشوف ان اللاعب ديالك نتايا يعني مازال مخبي، وذوك القنابل يعني خرجوا تما البلاصه فين مخبي العدو، وتقدر تمشي وتقرب ليه بلا ما يشوفك. يعني اصلا منين جيتي ولا منين جاي، خدعه زوينه الخوت، وتقدروا تجربوا وغتعاونكم بزاف. ودابا الخوت غنتقلوا لخدعه اخرى، هاد الخدعه خاصه بالدريات. المهم عارف راه كاينين شي البنات كيتفرجوا كيعجبهم الخدعه اللي كندير. الطريقه غتخليك تجري واحد الطريقه زوينه. المهم اول حاجه كتشد داك سميتو هذا الموس، المهم هذيك اللعيبه، وكتشير بها الفوق، كضرب بها الفوق وكتحرك عادي، كتشوف ان اللاعب ديالك ولا كيتحرك يعني بواحد الطريقه خرافيه. هاد اللعبه الخوت ولا هاد الخدعه كتصدق فقط بالشخصيه ديال البنت، سهله بزاف، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غيكون عندك هاد المهم هاد الخنجر ولا موس ولا شنو هو، كل واحد شنو كيقول لي. المهم راكم فهمتوا الدراري، غير كتيري يكونوا عندك ثلاثه، يعني كتيري بيه الفوق بحال هكا، كتيري غير الفوق، وهي الخدعه خدامه. ملي كتسوي شي سلاح ما كيبقاش الخدعه، يعني كتبقى تجري بديك المود نار وتو الدراري راكم عارفين. ودابا الخوت غنتقلوا للخدعه اللي كتسناو فيها كاملين، اللي هي كيفاش يمكن لينا نديرو دوبل فيكتور، ولا الخدعه ديال دوبل فيكتور غنديروها في الرانكد ولا في كلاسيك. المهم اول حاجه شنو غدير؟ غتشري غير المهم يكونوا شي سلاح يكون محطوط في الارض، ولا تشريه من هاد الماكينه هادي، وغتجي تبعد منه شويه، وغادي تشد دوبل فيكتور في يدك، وغطفي الكونيكسيون كيف الطريقه اللي فيت شرحت لكم. غير هاد المره شنو غتكليك؟ عداش كليكي على السلاحات اللي كاينين لتحت، ولا شي صندوق مثلا الا قتلتي شي واحد تقدر ديرها باللوت بوكس ديالو، ولا اي سلاح لقيتيه في الارض، اي سلاح. المهم راكم نقول لكم الدراري، اي سلاح لقيتيه في الارض، بربر اوام شوتغان اي حاجه، غدير بهاد الخدعه. شنو كدير؟ ملي كتطفي الكونيكسيون كتكليكي على راكم عارفين على الاسلحه بجوج، وكتبقى تسويتشي ان فوا كترجع الكونيكسيون، تبان لك رجعات شويه الكونيكسيون، كتخرج من الجيم او كتخرج من ديك اللعيبه ديال الرام واحد شويه، كتمسح الرام، كتمسح ديك اللعيبه ديال الرام، وكترجع تدخل فري فاير من جديد. بالنسبه لسميتو كلاس سكواد، بزاف غيسولوني واش يمكن لي نديرو خدعه في كلاس سكواد. خدعه الدراري مادام غتصدق لك هادي، مادام جربتيها وصدقات لك،
فغادي تصدق لي في كلاس سكواد. المهم انا بغيت نديره ولكن ما بقاش الوقت يعني كنت مشيت كنجرب كنريكورد في كلاس سكواد. المشكله يعني يدغيا كتجي صون ولا كيقتلك شي واحد، هذا هو المشكل ديال سميتو ديال كلاس سكواد. انا ما تقدرش هي تصدق ماشي ما تصدقش في كلاس سكواد، ولكن انت ما علاش تقدر ديرها، خصك ديرها بسرعه. هذا ما كان المهم الخوش فاش غادي تدخل غتلقى انك شاد دوبل، ماشي ماشي دوبل فيكتور ولا دوبل شي حاجه، المهم دوبل مخلط داكشي. سميتو سكار شيطان سكار وسميتها هو هذا فيكتور، يعني شي حاجه بزاف الدراري، يعني اسلحه بجوج غتلعب فيهم قرب ولا بعد، يعني ما عندكش مشكل انت بنادم قريب ولا بعيد. خد عوارب بزاف وتقدر ديرو نتوما، يعني تجربوها راه بزاف الخوش راه الهربه، يعني الثلج فاش كيكون محطوط شي ثلج ولا شي حاجه كيطير في البلاصه بسرعه خياليه. كما قلت لكم اللي زوين في هذه الخدعه هو انك تقدر تدمج اي سلاحات بغيتي مع الفيكتور، اي سلاحات وتقدر تخدم لك حتى دوبل فيكتور، يعني دوبل شي حاجه. المهم هذه غير بحالات اللي ما سبقاش القدعه كيطلعوها لك هكايا، بحال هذه فشل، هذه كنسموها تجربه فاشله كتطلع لك بهذا الشكل هذا. ملي كتنجح لك التجربه راه كيطلعوا لك جوج لعيبات، يعني بحال دوبل سكار ولا شي حاجه، غير خاصهم يكونوا عندك اصلا جوج سكارات اللي دير بهم الجليتش. المهم الخوت كيف مشت الطوموبيل طيرتها بالزربه، ولكن اللي خايب في هذه الخدعه هو انك مجرد ما انك كتحط الثلج، يعني كتحط الثلج طارت الخدعه. هذا الشيء اللي كاين الخوش، ودابا ننتقل لاخر خدعه اللي حتى هي مفيده وتقدر تعاونكم بزاف. هاد البلايصات اللي كاينين في الخريطه الجديده اللعيبه ديال الماء، المهم دايرين شكل الديكور ديالهم وما حد كون كيدور الطوموبيل هنايا حتى يمشي هاد اللعيبات هادو، المهم راكم عارفينهم ديال الماء هادو. كتقدر تحط فيهم الالغام وما كيقدر يشوفهم حتى شي واحد نهائيا. المهم هذاك الخط كامل ديك الطريق كامله فيها هذوك اللعيبات، انت كتقدر تحط فيهم الالغام، يعني في المكان اللي عندك شي لغم كتحطو هنايا بحال هادشي اللي كتشوف هاد البلاصه، والاعداء ما كيقدروش يشوفوهم. هادشي اللي زوين في هاد الخدعه الخوش، وتقدر انك تجيب كيلات بهاد الخدعه هادي. المهم الدراري حتى لهنايا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، فكنتمنى يكونوا عجبكم الخدع ديال اليوم. الى عجبكم الدراري وكنتو مازال مابونيين، اللي مازال مابوني الدراري فيتابونا قبل ما يخرج من الفيديو، واللي مازال ما داير لايك حتى هو يدير لايك، ما تخسر حتى شي حاجه اخويا هبط دير لايك، وشي تعليق اللي محفز من طبيعه الحال ما تكتبش ليا تعليق محفز، شي حاجه ايجابيه شي اللي كاين. يلا الخوت ان شاء الله.